بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الفقه للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، الوحدة الأولى، مقدمة في الفقه. درست في مادة الفقه في السنوات الماضية، وأبين أي في أي الصفوف المرحلة الابتدائية. ومما درست في مادة الفقه أقسام المياه، التيمم، الأذان والإقامة، الصلاة. على ضوء معرفتي السابقة للفقه أضع علامة صح أمام المعنى الدال على الفقه فيما يأتي. 1- معرفة معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها. 2- معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمالنا. 3- معرفة الأحكام الشرعية الاعتقادية. الإجابة الصحيحة 2- معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمالنا. أرتب الكلمات التالية بما أظنه التعريف المناسب للفقه، ثم أكتبه في الخانة التالية: معرفة الأحكام الشرعية العملية. فائدة تعلم الفقه: معرفة أحكام الدين. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية 5، تعرف عليها من خلال إجابتي عن الأسئلة الآتية: ما حكم بر الوالدين واجب؟ ما حكم صيام 6 أيام من شوال مستحب؟ ما حكم أكل الخبز مباح؟ ما حكم الحركة في الصلاة لغير حاجة مكروه؟ ما حكم اللعن محرم؟ والآن أتعرف على معاني هذه الأحكام الشرعية. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. مصادر الأحكام الشرعية: القرآن الكريم والسنة النبوية. الوحدة الثانية: الطهارة. وقعت على ثوبي نجاسة فغسلتها بالماء. 2- أردت الصلاة فتوضأت. هذه الأفعال تشترك في اسم واحد هو الطهارة. ما الطهارة؟ هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. بعد قراءتك لهذا التعريف يتبين لك أن الطهارة قسمان: القسم الأول رفع الحدث، القسم الثاني إزالة النجاسة. مكانة الطهارة في الإسلام: حرص على وضع آداب الطهارة والاغتسال وطهارة المرأة من الحيض والنفاس. المياه، نعمة الماء. الماء من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، ونستفيد منه فوائد كثيرة: الشرب، الطعام، ري الزرع، الطهارة. بعد أن تعرفت على فائدة الماء، أبين كيف يكون شكر هذه النعمة: المحافظة عليها وعدم الإسراف في استخدامها. أقسام المياه: الماء قسمان. القسم الأول الطهور، هو الماء الذي الباقي على أصل خلقته ولم يطرأ عليه ما يغيره، مثل مياه البحار والأنهار والمياه الجارية. حكمه: يشرع استعماله في الوضوء والغسل وفي الأكل والشرب. 2- الماء النجس، هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، مثل مياه البيارات والمجاري والمياه الراكدة. لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشراب أو مع الطعام. توضيح: إذا تغير الماء بشيء يصير طاهر، مثل أن يقع فيه قليل من التراب أو الصدى، فهذا باق على طهوريته. أما إذا تغير بشيء طاهر كثير خرج عن مسمى الماء فصار يسمى عصيرا أو قهوة أو غير ذلك، فإنه لا يصح الوضوء به. قاعدة: الأصل في المياه الطهارة ما لم تثبت نجاستها. إذا كان عند الإنسان ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير لا يدري سببه، فشك هل هذا الماء لا يزال طهورا أو أنه صار نجسا، فحكم هذا الماء باق على أصله وهو الطهورية. فكر: كان مهند في رحلة برية وأراد أن يتوضأ فوجد إناء فيه ماء، فشك هل هذا الماء طهور أو نجس، فماذا يفعل؟ بناء على فهمك للقاعدة السابقة اختر الإجابتين، أحد الإجابتين فيما يلي مع بيان السبب. الإجابة الصحيحة الأولى: يتوضأ من هذا الإناء ولا يلتفت للشك، لأن الماء باق على أصله وهو الطهارة. استعمال آنية الذهب والفضة: يباح استعمال كل إناء طاهر، ويستثنى من ذلك ما صنع من الذهب والفضة، فإنه لا يجوز اقتناء آنيتهما ولا استعمالهما، وذلك عام في حق الذكور والإناث.
ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أتعرف على الحكمة من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، لأن فيها إسراف وتكبر، وهي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. أحكام النجاسة: ماذا تفهم من كلمة نجاسة؟ شيء غير نظيف وغير طاهر. النجاسة هي أشياء مستقذرة أمر الشرع باجتنابها. وقارن هذا التعريف بما توصلت إليه في مفهوم النجاسة، كلاهما واحد. أقسامها: يمكن تطهيرها الثوب الذي عليه دم وأرض عليها نجاسة، لا يمكن تطهيرها الخنزير، الميتة، الكلب، الدم. إذا تأملت في الجدول السابق وجدت ما يلي: هناك أشياء طاهرة ويقع عليها بعض النجاسات فتصبح نجسة، وهذا القسم يسمى النجاسة الحكمية، ومن أمثلته الثوب إذا أصابه البول، والنعل إذا ديس بها الغائط، والماء إذا مات فيه حيوان وتغير رائحته. وهناك أشياء نجسة بذاتها لا يمكن تطهيرها، يسمى هذا القسم النجاسة العينية، ومن أمثلته البول، الغائط، الكلب، الميتة. ألخص ما فهمته: أقسام النجاسة حكمية مثالها الثوب الذي أصابه بول، عينية مثالها البول. درجات النجاسة: 1. النجاسة المغلظة، مثل نجاسة ما ولغ فيه الكلب. طريقة تطهيرها بأن يغسل 7 مرات أو لهن بالتراب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. ومعنى ولغ: شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحو ذلك. 2. النجاسة المخففة، مثل بول الصبي الرضيع إذا أصاب الثوب ونحوه. طريقة تطهيرها أن يرش عليها الماء حتى يغمرها ولا يحتاج إلى فرك أو عصر. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بإناء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وهذا الحكم خاص ببول الرضيع الذكر دون الأنثى. النجاسة المتوسطة، مثل بول الآدمي وغائطه، وغالب النجاسات إذا وقعت على الأرض أو ثوب ونحوهما. وطريقة تطهيرها بإزالة جرم النجاسة إذا كان لها جرم، وتنظيف محلها بالماء أو غيره من وسائل التنظيف الحديثة، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الفقرات الآتية بإذن الله. لماذا سميت نجاسة الكلب مغلظة ونجاسة بول الصبي مخففة؟ مغلظة لأنها لا تزول إلا بعد الغسل 7 مرات، مخففة لأنه يرش عليها الماء فقط ولا تغسل. تطهير الأشياء المتنجسة: 1. تطهير الأرض المتنجسة، إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كان لها جرم كالغائط مثلا فإنه يزال أولا، ثم يصب على موضعه الماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ولو أزيل التراب الذي وقع عليه النجاسة أو دفن بتراب طاهر فلا بأس. وإذا كان ليس لها جرم كالبول مثلا فإنه يصب على الموضع ماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. 2. تطهير الماء المتنجس، يطهر الماء المتنجس إذا تم التنقية من النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر في الماء ولا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، ويتم ذلك بوسائل منها إضافة ماء كثير إليه حتى يزول أثر النجاسة، أو بتنقيته بوسائل التنقية الحديثة. تطهير الثوب المتنجس، يغسل بالماء ويفرك ويعصر حتى تزول النجاسة. تطهير السجاد المتنجس، يغسل بالماء أو بالمنظفات الحديثة ويفرك حتى تزول النجاسة. تطهير جلد الميتة، يطهر جلد الميتة بالدباغ. خفاء موضع النجاسة، إذا علم شخص بوقوع نجاسة على شيء لكنه نسي أو لم يستطع تحديد مكان النجاسة، فإن في هذه الحالة يلزم أن يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة. ولذلك صور منها: إذا علم أنه قد وقع على كمه نجاسة لكنه لا يدري موضعها تماما، فإنه في هذه الحالة يغسل كمه كله، ولأنه بذلك يحصل له يقين بغسل النجاسة. باء، إذا وقعت النجاسة على مفرش صغير أو سجاد ولا يعرف موضعها تماما، فإذا علم الجهة التي هي فيها كأسفل السجاد أو أعلى غسل ذلك، وإلا غسلها كلها. قاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء كالأرض والملابس والمفروشات ونحوها أنها باقية على طهارتها، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة في الطهارات، حتى لو داستها الأقدام ومشى عليها الصغار ما لم تعلم نجاستها،
ولا يشرع السؤال عنها لأن لم نؤمر بذلك. فكر، سافرت مع أهلك إلى الطائف وسكنتم في أحد الفنادق، وبعد صلاة العشاء أردت أن تصلي الوتر في الغرفة، فقالت لك أختك كيف تصلي على فراش الغرفة وأنت لا تعلم هل هي طاهرة أو لا. بناء على فهمك للقاعدة السابقة، ماذا يكون موقفك ولماذا؟ أصلي عليها ما لم أرى شيئا يدل على النجاسة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. بول الحيوان المأكول وروثه، بول الحيوان المأكول وروثه طاهران، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أحكام قضاء الحاجة. اقرأ النصوص الآتية ثم أبين الآداب المستنبطة منها. ما يستحب عند قضاء الحاجة. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، يعني موضع قضاء الحاجة، حتى يغيب فلا يرى. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة البعد عن أعين الناس والتستر منهم. 2. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني أراد دخول الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. آداب قضاء الحاجة: قول الدعاء عند دخول الخلاء، البعد عن أعين الناس. ما يجب عند قضاء الحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. في هذا الحديث دليل على وجوب التنزه من أن يصيب الثوب أو البدن، وأنه يجب غسلها. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. من آداب قضاء الحاجة وجوب حفظ العورة، أي سترها. ما يحرم عند قضاء الحاجة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. استفيد من هذا الحديث اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في غير البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. وقيل: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبول في طريق الناس أو ظلهم. استفيد من هذا الحديث البعد عن طريق الناس عند قضاء الحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. أداب قضاء الحاجة البعد عن الماء الراكد. ما يكره عند قضاء الحاجة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. استفيد من هذا الحديث عدم مس العورة باليمين وعدم الاستنجاء باليمين. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. استفيد من هذا الحديث اجتناب ذكر الله تعالى عند قضاء الحاجة. أحكام النجاس، أحكام الاستنجاء والاستجمار. تعريفهما: الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء، الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين بغير الماء كالأحجار والمناديل. من خلال التعريفين يكون الفرق بين الاستنجاء والاستجمار: الاستنجاء الإزالة بالماء، والاستجمار الإزالة بغير الماء. الحكمة من مشروعيتهما: 1. إزالة النجاسة. 2. عند عدم وجود الماء. 3. للنظافة وللطهارة الشخصية. شروط ما يستجمر به: أن يكون مباحا، فلا يجوز الاستجمار بالمحرم مثل الورق الذي فيه شيء من ذكر الله والكتب. ثانيا، أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجس مثل قماش عليه دم وثوب عليه نجاسة. ثالثا، أن يكون منظفا للمحل، فلا يجوز الاستجمار بما لا ينظف جيدا مثل أكياس البلاستيك والزجاج. رابعا، أن لا يكون عظما ولا روثا، لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم. خامسا، أن لا يكون شيئا محترما مثل الطعام والخضروات والفواكه. بعد معرفتي لشروط ما يستجمر به، أكتب أمثلة على ما يصح الاستجمار به: المناديل، القماش، الأحجار، الخشب. الاكتفاء بالاستجمار. الاستنجاء أفضل من الاستجمار لأنه أكمل تنظيفا، والجمع بينهما حسن. ويجوز الاكتفاء بالاستجمار وحده بشرطين: ألا يتعدى البول والغائط الموضع المعتاد لخروجه، فلو انتشر البول أو الغائط
وتعدى موضع الخروج المعتاد فلا بد عندها من استعمال الماء. اثنان، أن يكون الاستجمار ثلاثة مسحات فصاعدا حتى يحصل تنظيف القابل والدبر من أثر النجاسة.